بسم الله الرحمن الرحيم. كلمة عظيمة تكتب لك بها الجنة. روى ابن القيصراني في كتابه ذخيرة الحفاظ، وشمس الدين الذهبي في كتابه ميزان الاعتدال، وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال للمسكين أبشر فقد وجبت له الجنة. من قال للمسكين أبشر فقد وجبت له الجنة. فكلمة يعني مش قادر تعطي المسكين، على الأقل قل له أبشر. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في الحديث: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. والكلمة الطيبة صدقة. فيا ريت يعني شوفوا الكلمة هذه كلمة تجب لك الجنة. فكل يعني فيا ريت كلنا يعني لما تيجي تعطي المسكين، سواء اديته او ما اديتوش، خصوصا لو ما اديتوش، يبقى عوضه بالكلمة دي. قل له ابشر، قل له ابشر تكتب لك الجنة. فأنا هكتب لكم الحديث في الوصف، تستخدموا هذا الكلام مشروع. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.